الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قالت اللجنة المالية النيابية إن موازنة عام 2023 ستصل إلى البرلمان بداية العام المقبل بقيمة 150 تريليون دينار. وأضافت اللجنة أنها تقترح تثبيت سعر برميل النفط في الموازنة ب 75 دولارا للبرميل، وعليه ستكون قيمة الإيرادات النفطية بحدود 127 تريليون دينار، فيما ستتجاوز الإيرادات غير النفطية 20 تريليون دينار. وبينت أن إعداد الموازنة قد يشهد عجزا قد يصل إلى 10 تريليونات دينار. كشفت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية البرلمانية عن شمول 50 معملاً وهمياً بالحصة الوقودية. وقالت اللجنة إن أكثر من 50 معملاً يتم تجهيزهم بالحصة الوقودية والمشتقات النفطية على أساس إجازة استثمارية أو وفق إجازة التنمية الصناعية، وهي غير موجودة على أرض الواقع أو بعضها يزود بحصة أكثر من حاجته. وبيّنت اللجنة أن آلية تجهيز المعامل بالحصة الوقودية أثبتت فشلها بسبب عدم وجود حصر حقيقي لتلك المعامل ومعرفة التفاصيل الخاصة بكل واحد منها. قال خبراء اقتصاديون إنه لا يمكن حماية أنابيب النفط في العراق إلا باستخدام تقنيات حديثة من خلال زراعة الكاميرات الحرارية لحماية النفط من السرقة. وأضاف الخبراء أن هناك أناسا غير مؤهلين لقيادة محطات الوقود، وهو مؤشر لدى وزارة النفط، وهناك خطوات لكنها ليست بمستوى الطموح، مشددين على ضرورة تفعيل دور الرقابة بشكل دوري لها، واصفين وضع المصافي في العراق بالمأساوي جدا. عد مختصون بالشأن الاقتصادي العالمي استمرار الاعتماد على مبيعات النفط بأنه لا يمكن أن يمثل مقياساً للنمو الاقتصادي ما لم يتم دعم القطاعات المختلفة. وأوضح المختصون أنه رغم وجود مؤشرات واضحة على ارتفاع النمو، إلا أن ذلك مرتبط بارتفاع أسعار النفط فقط، مؤكدين ضرورة وضع استراتيجيات للحفاظ على الإيرادات المالية المتحققة وإنفاقها في مكانها الصحيح. وأضاف المختصون أنه لا يمكن أن يعتبر هذا النمو مقياسا أو دليلا على تحقق نجاحات هذا القطاع ما لم يجري العمل على تنويع الموارد الاقتصادية دون حصر الاعتماد على مبيعات النفط. قال رئيس وكالة الطاقة العالمية فاتح بيرول إن على أوروبا أن تستعد لتداعيات التخلي عن امدادات الغاز الروسي والزيادة الأكبر في تكاليف الطاقة الناجمة عن الأزمة الأوكرانية. وأضاف بيرول أن أوروبا ستمر خلال هذا الشتاء ببعض المشكلات الاقتصادية والاجتماعية مع توقف إمدادات الغاز الروسي العام المقبل، في وقت ستخسر موسكو نحو تريليونين دولار من العائدات بحلول عام 2030 بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا. والآن إلى أسعار العملات وأسعار المعادن. ختام الموجز برعاية الله.